السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وأرجو الاشتراك في القناة. أبو جبل في نيولوك جديد. ظهر اليوم نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر محمد أبو جبل عند مصفف شعر شهير، وقام بعمل نيولوك جديد. وبعد خروجه من صالون مصفف الشعر استقبله المعجبين وطلبوا منه التصوير معه، وقام بالتقاط الصور معهم. وبالنيولوك الجديد إشارة إلى أنه مقدم على حياة جديدة بالتوفيق والنجاح بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.